برغم مخاوف المصريين من التعويم اللي بيؤدي إلى تآكل مدخراتهم واللي بيزيد من حدة الموجة التضخمية اللي بترفع الأسعار وبتكوي كل الناس بنارها، إلا إن احنا شفنا النهاردة مع اليوم الأول من التعويم الإعلام الرسمي بيسوق أو بيتكلم بصورة قوية جدا عن فوائد التعويم. يا ترى إيه فوائد التعويم اللي هو بيتكلم عليها وإيه شروطها علشان تحصل؟ الإعلام الرسمي بيتكلم على إنه التعويم يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، يؤدي إلى زيادة فرص العمل، يؤدي إلى زيادة الطلب على السوق المحلي، يؤدي إلى زيادة الصادرات، يؤدي إلى عودة تحويلات المصريين من الخارج. كل هذه الأمور جيدة للغاية، ولكن لابد أن يكون هناك شروط لكي تحدث هذه الانفراجة الاقتصادية أو هذه البشريات التي يتحدث عنها الإعلام الحكومي بكل ثقة. ولكن لكي تتحقق هذه الانفراجة الاقتصادية ويتحقق ما بشر به الإعلام الحكومي من فوائد للتعويم، لابد أن يكون هناك شروط قاسية، لابد أن تكون هناك شروط قاسية في إدارة المنظومة الاقتصادية لم تتحقق خلال الفترة الماضية، وحدث أكثر من تعويم وبشرنا بنفس هذه الفوائد أو بنفس هذه المنافع التي قد تعود على الاقتصاد في حال التعويم. أولها أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج لابد أن يرتبط بالقضاء نهائيا على السوق السوداء للدولار، لابد أن يكون هناك تسهيلات للمصريين في الحصول على مدخراتهم دون النظر إلى قيمتها أو دون أن تفرض عليهم أي رسوم إضافية، لابد أن تكون هناك وسائل بالخارج أو فروع للبنوك المصرية في كثير من الولايات والدول يستطيع من خلالها المصري أن يصل إلى فكرة التحويل مباشرة لأهله بدل من دخول ما يسمى بالوسطاء. والوسطاء احنا الموجودين بالخارج بيقوموا بجمع العملة الأجنبية من المصري أو العملة الصعبة من المصري المقيم بالخارج مقابل قيمة مباشرة يستطيع أن يحصل عليها نقدا من العملة المصرية أو تصل لأهله في بيتهم أينما كان عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. إذن تحويلات المصريين من الخارج لابد لها أن ينتهي السوق السوداء. أما زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا ليست مرتبطة بالتعويم فقط أو بخفض سعر العملة، ولكن مرتبطة بأشياء وأمور كثيرة، منها القضاء على البيروقراطية الشديدة التي تواجه الجهاز الإداري للدولة والصعوبات التي يواجهها المستثمر في يعني تراخيص مشروعه والتشغيل وما إلى ذلك. الأمر الآخر أن المستثمر لابد أن يطمئن إلى تخارج الدولة من المشروعات الكبرى والأنشطة الاقتصادية التي ينافس فيها القطاع الخاص لكي يختار أن يدخل فيها. لا يوجد مستثمر أجنبي يضمن الدخول في مشروع أو عدة مشروعات تنافسه الدولة فيها، لأنه في هذه الحالة لا تكون المنافسة منافسة موضوعية. من المرجح في كثير من الأحوال أن يكون هناك انحياز لما يسمى بالمشروع التابع للدولة أو المنتج التابع للدولة، وبالتالي يمكن أن يخسر المستثمر الأجنبي بعض أمواله. أيضا الموضوع الثالث المرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر هي قدرة المستثمر على أن يقدم دراسة جدوى أو أن يقتنع بدراسة جدوى لفترة اقتصادية ليست بالقليلة، يعني مدى متوسط 5 أو 6 سنوات دون أن تحدث هناك تغيرات مفاجئة سواء في الضرائب أو القوانين التي تحكم المنظومة الاقتصادية وبالتالي تؤدي إلى اختلاف دراسة الجدوى كلية. طيب، ثالث الأمور التي بشر بها الإعلام الحكومي وهي القضاء على السوق السوداء للدولار. القضاء على السوق السوداء للدولار من الممكن أن يحدث نتيجة هذا التعويم، ولكن إذا ما وقعنا في الفخ مرة أخرى وتراجع الاحتياطي الأجنبي من النقد الأجنبي في البنك المركزي وأصبح تدبير العملة الاحتياجات الاستيرادية أمر صعب، لن يكون هناك أمل في القضاء على السوق السوداء، لأنه بالتبعية المستورد يذهب إلى السوق السوداء أو من يحتاج الدولار يذهب إلى السوق السوداء مضطرا تحت ضغط
توقف التدبير الحكومي. لذلك لابد أن تكون هناك سياسة واضحة للبنك المركزي المصري في تدبير العملة بشكل مستمر ومستدام، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك موارد لهذه العملة. يعني زي ما احنا بنقول، البنك المركزي لا يصنع النقود ولكن هو يدير السياسات النقدية. إذن لابد أن يكون هناك نقود ودخل أجنبي يضر أو يدر عائد على الحكومة. طيب، رابع هذه الأشياء التي يبشر بها الإعلام الحكومي والتي تعد من فوائد التعويم هي زيادة حجم الصادرات المصرية. بالفعل مع انخفاض العملة يكون الطلب على الصادرات المصرية أكثر، لأنه تكلفة إنتاجها بيكون أقل، تكلفة تشغيلها بيكون أقل. ولكن ماذا لو كان يعني عناصر هذه المنتجات التي تصدر للخارج غير موجودة، يعني بيسموها المواد الخام الأولية؟ لابد أولا أن يدبر البنك المركزي أو البنوك أن تدبر أموالا لهؤلاء الصناع لكي يحصلوا على المواد الخام الأساسية وبالتالي يستطيعوا أن يصدروا. لابد أن يكون هناك مبادرات حقيقية لتشجيع الصناعة، لأن الصناعة تمر بمأزق حقيقي منذ أكثر من عامين بسبب شح العملة ويعني توقف كثير من المصانع عن الإنتاج، وهذا أمر مقلق للغاية، لأنه التصدير لن يتحقق إلا بالنهوض بالصناعة كلية، بتشجيع الصناعة، يعني إيجاد حوافز حقيقية. يعني تكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن يعني بيسموها مبادرة أو الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ويعني أمل ليس بالبعيد ولكنه لازلنا بعداء كثيرا عنه وربما لن يتحقق في المدى القصير، لكن لابد أن تكون هناك بنية أساسية ليتحقق هذا بتدبير العملة الأجنبية لمواد اللي هي بتدخل في الصناعات المصدرة وتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة والانفتاح على أسواق جديدة ووجود صفقات تبادلية. احنا مثلا أكبر مستورد للقمح في العالم، ماذا لو كانت هناك إرادة من الحكومة في تبادل الصادرات ما بين الدول التي نستورد منها القمح وما بين المنتجات المصرية التي يمكن أن تخرج إلى هذه الدول بالمقابل؟ إذن فيعني إذا تكلمنا بشكل عام أو بشكل خاص عن فكرة فوائد التعويم، لابد أن يكون لهذه الفوائد ضمانة أساسية، وهي أن تكون هناك إدارة اقتصادية رشيدة قادرة على إدارة المواد، خاصة مع دخول أو مع إبرام صفقة رأس الحكمة وإنعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى بالمواد الدولارية اللازمة لكي يستعيد عافيته. إلا أن هذه الانتعاشة لن تكون انتعاشة دائمة، لأن احنا نعلم أن حجم الدين الخارجي واصل إلى مستويات يعني مخيفة للغاية، ولا بد أن تسدد الديون في موعدها، أن تسدد خدمة الديون في موعدها، وبالتالي ليست لدينا رفاهية في الأموال التي حصلنا عليها تجعل يعني لدينا انفراجة في الاختيار بين موارد الصرف. لابد أن يكون صرف الأموال القادمة الدولارية إلى مصر موجه كليا إلى الصناعة، موجه كليا إلى التصدير، موجه كليا إلى أيضا النقطة الأخيرة والتي ربما يعني نكون قد تجاوزناها، هي زيادة السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر. نعم، السائح يختار مصر باعتبارها مقصد هام رخيص يستطيع من خلالها أن يعني يدفع أموال قليلة ويستمتع يعني بجوها الدافئ، بأثرها المتعددة، بشواطئها الممتدة، ولكن كل هذا مرتبط بقدرة مصر وقدرة وزارة السياحة على التسويق السياحي، على التسويق السياحي الحقيقي، زيادة عدد الغرف الفندقية. لأن احنا إذا ما قارنا مصر بمقاصد سياحية زي تركيا، هنلاقي ان احنا أمام عجز كبير في جذب السياحة المصرية التي من الممكن أن تكون أكبر مورد للنقد الأجنبي في مصر. كل الشكر لحضراتكم على الاستماع إلى هذه الفقرة، وإلى أن نلتقي في فقرة قادمة لكم مني أطيب الأمنيات. معكم محمد سويد، شكرا لكم.